مبدئيا كده وقبل اي كلام، الناس اللي داخله تتفرج على الصوت الشتوي واللي بتطلع تزعل مني اصلك بتتعصبي وتكلمي بالراحه وبهدوء، حضرتك الصوت الشتوي ده هناك عند ياسمين عز، دي قناه كوره وانا بنت مدرج سعادتك. بالراحه وبهدوء وبلطافه، واللي حصل حصل وحصل خير، معلش خليك انت بالكافيه اللي قاعد بتتفرج فيه، ما تتفرجش عليا علشان انا مش هسمي على حد. اليوم اللي شفته كان مهزله، كان وقاحه، كان عدم دم. ما شفتش لعيبة عارفة يعني ايه النادي الاهلي، تخاذل من الكل. انا مش هسمي على حد اليوم، انا مش هقول ده بس اللعيبة تتحمل وكولر عنده بعض الاخطاء وهنسكت، لا، بداية من ادارتك نهاية باصغر لاعب عندك بارض الملعب. واللي هيجي يقول لي احنا خدنا 5 قبل كده يعني عادي مش مشكلة وهتعدي وهننيم افريقيا من المغرب، هقول لك لا، هقول لك الخمسة تفرق، 5 عن 5 تفرق، على الرغم انها كانت 5-0، بس والله انا ما كنتش شايفة الاداء بالسوء ده. كنت خسرت 5 وكان سكور كبير جدا واليوم سجلت، بس اليوم انت اتمسح بيك نجيلة الملعب، اليوم انت كان بيتعمل عليك حفلة، اليوم انت كان صن داونز بيسيب لك الكورة وقت ما عايز يسيب لك الكورة، لما كنت بتعمل كم هجمة وبتطلع، ده مش فلاحة منك ولا شطارة والله، كم هجمة اللي يتعدوا على الصوابع، ده كان عشان صن داونز سايب الكرة أصلا، يعني بإيه بيريح كده 5 و5 ويعمل عليك حملة تاني ويبدأ من أول وجديد يهينك ويوصل لمرماك 5 من 5. عارفين يعني إيه 5 من 5؟ يعني 5 كرات أون تارجت كلها أون تارجت، يعني انت تشاط على مرماك 10 بس، 10 ده اللي هو الشوطات، عدد الشوطات عليك، يعني تشاط عليك 10 كرات. طيب لا، بين ال3 خشبات بقى، بين ال3 خشبات دي اللي بتكلم عليها، 5 من 5 يا باشا، يعني الخمسة دخلوا فيك، فانت اتعمل عليك اليوم حملة، لعبتك كلها اتهانت، لا نص ملعب ولا خط هجوم ولا خط دفاع ولا جول كيبر ولا اي حاجة خالص. انا مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه ابدا بمين، انا مش عارفه كومنت على مين، اصل همسك مين ولا مين، اقول ده غلط ولا عبد المنعم اترقص ترقيصه عنب ولا خط نص مفيش ولا ديانج الله اكبر عليه اللي عنده ميس باس مش عادي، اللي مش عارف يستلم الكوره لحاله، اللي الكوره جايه له واقف بالملعب باشا حواليك 3 متر فاضي يمين وشمال ومش عارف يستلم الكوره، بيستلم الكوره غلط وكل كوره بتطول منه بتجري منه بتبعد باصاته كلها غلط، ولا محمد هاني يا حبيبي يا غلبان الناشئ بتاع النادي الاهلي، ولا علي معلول المنهك حرفيا المذبوح اللي فعلا مذبوح بمعنى الكلمه، ولا حمدي فتحي اللي ما كانش في فورمته، ولا مين ولا مين ولا مين، هتكلم على مين، ولا الشناوي اللي دخل فيه جول من نص الملعب، الله اكبر، اللي محدش يقول لي التسعين او الزاويه التي يسكن بها الشيطان، عشان حضرتك دي من نص الملعب، الكلام ده لما تبقى على 18 ولا انت كره قريبه، لكن من نص الملعب ده انا من وانا قاعده في بيتي حضرتك شايفاها جول، وانت كنت واقف ولا اي حاجة، يسأل عن بعض الاهداف ولا يسأل عن البعض الاخر، ولكن كلهم مجوش اليوم اهانة. اكتر لاعب كان مموت حاله بارض الملعب هو اكتر لاعب كنا بنقول يا رب ما عايزين نشوفك اصلا وخليك بقى هناك ويسيبوك اللي هو تاو. اكتر لاعب عمل كل حاجة، اكتر ايه هو اكتر دي لما في اكتر، وقال قصدي اللاعب الوحيد اللي كان بيلعب كرة اليوم، اللي كان مموت حاله، اللي كان حاسس ان هو عايز يعمل حاجة، اللي تسبب بالهدف الاولاني بضغطه اللي عمله وقطع الكرة، اللي جاب الجول التاني من مهارة فردية رقص وعدى وراح وشاط، اللي كل الفاولات كانت لصالحه بالماتش اليوم، هو الوحيد اللي اخد فاولات لان هو اللعيب الوحيد اللي كان بيلعب بارض الملعب. هتقول ايه ولا ايه لما تيجي تتكلم على الاهداف، هتقول ايه ولا ايه، هما ما شاء الله شكلوا، يعني هما عملوا احلى كولكشن ممكن يحصل بكرة القدم، اسوأ سيناريو ممكن يحصل بكرة القدم الاهلي تعرض له، ورجعت للماتش تسجل فيك هدف بالدقيقة الثالثة، مش هقول غفلة دفاعية عشان انت متغفل طول الماتش، انت دفاعك ما جاش اساسا، لما يعني يدخل مرماك هدف في الدقيقة الثالثة وما لاقيش رد فعل يبقى خلاص كده، ما تستناش من بدري، انا اتكلمت والناس قالت لي بقى نهدى شوية ولسه بدري والماتش بالملعب، انا ما ردتش على الكلام ده لان السيناريو واضح يا جماعه، السيناريو واضح من البدايه، انت ما عندكش رده فعل، واللاعب اللي ما عندوش رده فعل مستحيل تشوف منه حاجه اصلا، ما تستناش تجيب هدف ولا هدفين من هجمات عنتريه، ده لا زي ما قلت لكم لما بيسيب لك الكره لما بتصعب عليه، لكن انت مستني ايه؟ مستني ايه من اللعيبه بتسجل من كره ثابته؟
من بره ال 18 بيرقص ويعدي واحد على واحد. كل حاجه حصلت، كل حاجه غلط بالكوره احنا عملناها اليوم. انت عندك لعيبه لا بتلعب ولا بتضغط، حلق يا جدع. واللعيبه بيجروا كلهم على اللي معاه الكوره، ده كان بالبدايه بس، وبعد كده قال لك بدل ما ترقص وتهزق طب خليني بقى شجره اشباح موجوده بارض الملعب. يعني انت عملت كل حاجه غلط، انتشارك زي الزفت، تمركزك دفاعي زي الزفتين، لعيبتك مش عارفه اماكنها، ياسر ابراهيم بيسيب مكانه ويروح يعمل فيها مش عارفه رايح يعمل فيها فان دايك ولا رايح يعمل فيها ايه والله العظيم، وراح ماسك الهوا بايديا يا حبيبي. وحاجه قمه المهازل، ولعيبه بدنيا بعضها واقع، وكل حاجه انا مش عارفه اقول ايه. يعني كل حاجه كانت اليوم ضدك، انت عملت كل حاجه ضد حالك، يعني انت عملت كل حاجه تخليك تخسر الماتش. جيت اتعادلت، يعني انت جيت هو جاب بالدقيقه الثالثه، انت جبت بالدقيقه 13 عشان ترجع تاني جوه الماتش، ويبقى مفيش احسن من كده انت تقدر تعمله. امسك كوره يا سيدي، طب انت مش عايز تكسب وعايز تطلع بالتعادل امسك كرة، لكن انت ما لا بتدافع ولا بتهاجم ولا بتعمل حاجة. انا مش فاهمة احنا كنا بنعمل ايه، انا بجد مش فاهمة لعيبة الاهلي كانت بتعمل ايه اليوم. والكلام ده مش اليوم بس، وانا اتكلمت قبل كده لسه بقول لكم فوز خادع يا جماعة، بلاش الفوز يغرك، انت ما عندكش اصلا حاجة خالص تقدمها بارض الملعب. المشكلة مش بالفنيات بس، مشكلة ان انت مفيش روح، مفيش لعيبة حاسة بالمسؤولية، مفيش لعيبة حاسة ان انا لابس تيشرت النادي الاهلي، وان انا بقالي قد ايه مزعل جماهير النادي الاهلي، وان انا عايز اموت حالي بارض الملعب. فينك يا مفاسة؟ لما الواحد بيقول اكرم رجولة واكرم توفيق مش بيتكلم عشان هو لعيب كرة يعني ومهاري ودريبلر وحاجة عظمة على عظمة، عشان هو فايتر، عشان هو راجل، عشان هو بيموت حاله، عشان هو بيحط وشه بجزمة اللعب اللي قدامه عشان الكرة ما تعديش. هو ده اللي احنا مش لاقيينه بلعيب النادي الاهلي. كندوسي كان الى حد ما بيحاول تاو، كان مموت حاله، غير كده ما تقوليش. انا ما شفتش، ما شفتش ردة فعل، ما شفتش رجولة، ما شفتش روح. فلعبت النادي الاهلي كلها ولا استثني احد، ما عندهاش كورة، ما عندهاش دم، ما عندهاش حاجة. والله الواحد ما عارف يقول ايه. تبديلات كولر واخطاء كولر، والناس اللي هتقولك اه يلا بسرعة، حلو اي فكرة الشماعات، وانا دايما ادور على شماعة عشان اعلق عليها بدل ما ارمي هدومي كده. فبالاخير هتقول كولر، اتفرج على كولر لما حب يبدل، لما حب يعني صحي خط دفاعه، لما حب يقول انا عندي ياسر نايم وما عنديش بديل الا مين، نزل رامي ربيعه. يا جماعه ده بينزل رامي ربيعه عشان ما عندوش بدايل. يا جماعه انت قدرتك فين من الكلام ده كله؟ يا جماعه انتوا مستنيين ايه من فريق ما عملش صفقات عليها القيمه؟ يا جماعه انتوا ما عندكوش محترفين اجانب، انت بتلعب بتاوي اللي كان مموت حاله، اللي هو يا احسن واحد بالماتش اليوم، بس هو مش حد انت بتدفع له بالدولار. انت جايب لعيب اسمه سافيو قاعد بيعمل لي ستوريز على الانستجرام ومش مستفيد منه بحاجه. انت عندك لاعب اسمه ديانجي كان عالمي وعظمه على عظمه، دلوقتي دماغه انا ما اعرفش هي فين، وماتش ورا التاني ورا التالت ومش موجود، وكل غلطه بيتسبب عليك بهدف. انت يا سيدي عايز تطلع تدعم الاداره براحتك، عايز تطلع تدعم اللعيبه براحتك، لا تحجر على رايي ولا احجر على رايك، بس انا ليا وجهه نظر ومش هغيرها، وعندي راي حر ومش هغيره ايا كانت الاسباب. الاداره تتحمل نتيجه المباراه، وتتحمل نتيجه تتحمل كل النتائج السلبيه اللي فاتت، علشان لما يبقى لعيب عندك ملوش بديل انت ما جبتلوش بديل، عشان لما يبقى عندك السكواد انت شايفه بالمنظر ده وما بتتكلمش بالاخطاء التحكيميه وما بتطلعش تعمل وقفه، لان فرقتك دي مش هتجيب لك حاجه. حضرتك انت عندك سكواد كبير عظيم وعندك جيل عظيم، كنت بتسجل هدف واثنين وثلاثه واربعه، فمهما في اخطاء تحكيميه خلاص مش فارقه معاك. لكن انت شايف السكواد بتاعك عامل ازاي، ولا انت بتدعمه، ولا انت يعني بتتكلم على قرارات الحكام، ولا بتطلع تقول انا مش عايز الحكم ده، ولا انا عايز حقي. طلعت قلت انا مش هلعب تاني مضغوط، وانا بعد كده فيه وفيه وفيه، وبالاخير يعني حنفي هترجع المره دي، ولعبت برضه مضغوط، رحت لعبت ماتش المقاولين، ورحت بعدها بكام يوم لعبت سان داونز، وبالاخير هم بيعملوا اللي هم عايزينه وانت كلامك بينزل الارض. مفيش قرار بيتاخد بشكل حازم، مفيش موقف كبير بيتاخد. اللاعب بتاعك اللي بيسجل لك محلي، واخد بالك من محلي عشان ما تبقاش مستني منه برضه بافريقيا ولا بكاس العالم، عشان انت ستيل ما عندكش مهاجمين. اللاعب المحلي اللي كتر خيره بيشيل لك الفريق وبيسجل، بالاخير هيتوقف
ولا اي اندهاش، كلمت عن القصه وقلت يا ان شاء الله يبقى في خطوات من النادي الاهلي، يبقى في خطوه احنا مستعدين احنا مستنيين، اكيد مش هيبقى في حاجه استباقيه وما ينفعش ما فيش قرارات، بس ده كله كلام الواحد بيقوله ومستني يشوفه على الواقع. انت هتبقى مستني ايه؟ والله انا ما بعلمش الغيب وما اعرفش ايه اللي هيتم، بس انا بقول لك من قراءه المشهد، قراءه المشهد بتقول ان انت هتلاقي عقوبات دلوقتي على كهربا اللي كانوا مستنيين ماتش سان داونز وهو خلاص خلص، وبعد كده تلاقي اللعيب بتاعك بيتوقف عشان يبقى لا افريقيا ولا دوري، يعني لا محلي ولا عالمي يا باشا. ولحد انت احنا هنفضل ساكتين عن المهازل دي؟ ولحد انت هتفضل متخاذل؟ ولحد انت هتفضل ساكت؟ ولحد انت هتفضل طيب؟ ما هو الطيبه ما بتنفعش يا جماعه، ما بنقولش ان نولع شماريخ وننزل الشوارع، احنا بنقول نطالب بحقنا، احنا نقول نتكلم، احنا بنقول كل قضيه لازم نتكلم فيها. جماهيرك بتتهان، جماهيرك بيتحرق لها التيشيرت اللي انت عامله وحاطط عليه 72، حضرتك انا مش عامله مطبخ بيتي، التيشيرت ده انت اللي عامله لي حتى لو بتاع سيزون ماضي، انا مش مطالب ان انا راجل على قد حالي بدفع تيكت 100 جنيه وبدفع عدها مواصلات واكل ان انا اجيب تيشيرت السيزون الجديد عشان اعرف ادخل، رايح بقطع من قوتي وقوت عيالي عشان ابقى بضهرك واشجعك وادعمك، بتهان وبيتداس عليا بالجزمه وما بلاقيش حد بيقف بضهري وما بلاقيش حد بيحميني. وبعدين يا جماعه انا اللي بيتحرق دمي، انا اللي بزعل، انا اللي بيجيلي المرض، انا اللي بيتحط عليا من طوب الارض بسببك وبسمع كلام زي الزفت وبقول مش فارق. بالاخير انت مش حاسس بقيمه النادي بتاعك، انت مش حاسس بقيمه التيشيرت بتاعك. انا بتكلم الكلام ده موجه للجميع، الكلام ده موجه للعيبة، موجه للإدارة، موجه لكل حد تخاذل، كل حد تسبب ان النادي الاهلي كان منظره كده اليوم، واللعيبة كان بيتلعب بيها كورة، حضرتك احنا كان بيتلعب بينا الكورة، هم تركوا الكورة وبيلعبوا لعيبة النادي الاهلي، يعني حاجة كان منظر زي الزفت اليوم. انا زعلانة على تيشرت النادي الاهلي، وزعلانة على قيمة النادي الاهلي واسم النادي الاهلي اللي كان بيلعب ريال مدريد واقف على رجله، ودلوقتي شايفه بيلعب صن داونز مش مفيش خالص، مفيش خالص، اتسفى حضرتك اتسحل. مين اللي بيدفع الثمن؟ احنا من اعصابنا ومن حرقه دمنا. بالاخير اللعيبه هتروح بيوتها هتفتح الاير كونديشن وهتقعد زي الفل متر يا باشا، مفيش مشكله، مش هو هيقبض بالاخير؟ الواحد مش عارف يقول ايه اكتر من كده، يعني اتمنى من كل قلبي ان يبقى في حاجه بتحصل مختلفه، يبقى في وقفه مع النفس، ويبقى في احلال وتجديد، ويبقى في يعني موقف كبير جدا من اداره النادي الاهلي مع اللعيبه دي، وباذن الله القادم افضل. ثانك يو.